الحمد لله أمطرت بغزارة، الأجواء جميلة جدا هنا صراحة. المدينة تصبح نظيفة جدا بعد الأمطار. فقط نحضر غدا، غدا هناك خسوف للقمر، حذاري بالنسبة للأبراج التي يحكمها كوكب القمر كبرج سرطان أو برج الأسد، لأن الشمس تحكمه، يعني برج حمل أيضا يتأثر بعض الشيء، حذاري من انفعالات أو مشادات كلامية. إذا كما قلنا هناك خسوف للقمر غدا يوم الاثنين، وجب الحذر بالنسبة لمواليد برج سرطان لأن كوكبهم القمر، ومواليد برج الأسد وأيضا برج الحمل، حذاري من المشادات الكلامية مع زملاء في العمل أو العائلة، وانفعالات وبعض العصبية، احذروا جيدا. إذا هذه هي كيكة المول العجيب، نضعها في الصحن هنا. هذه المنطقة فارغة تظل للتزيين، يعني تملأ إما بكريمة أو بالشوكولاتة أو بأي حشوة، فواكه أو بسكوت أو كراميل، يعني حشوة معينة. هذا هو الذي يميز هذه الكيكة وهذا المول، يعني يترك لك مساحة للتزيين هنا، توضع حلويات أو شوكولاتة أو بسكوت أو كريمة أو فواكه. مبدئيا حضر الكريمة بياغورت الفانيلا، مبدئيا هذا الشكل، يعني مع قطع الموز، ثم نضيف أشياء أخرى، شوكولاتة وأشياء أخرى، نراها لاحقا. أعتقد شكلها كده لطيف، يعني مع صلصة شوكولا على الجوانب. يمكن إضافة أشياء أخرى كمكسرات أو جوز هند أو بسكوت، صنعنا لاحقا. توضع في البراد، أكيد توضع في الثلاجة مدة ساعة ثم تقدم. الشرطة الفلسطينية ما بتقدر تدخل مناطق هاي، بحاجة لتنسيق مع الإحداث اللي بتدخلها.